حاجة تتظاهر، ولكن ما منطقية هذا التظاهر؟ ايه منطقه في هذه الظروف اللي احنا عايشينها؟ هل منطق يؤدي الى خير؟ فهسمعك وتفاعل معاك بل وعدل، ويا ما حصلت مظاهرات حصلت تعديل. تعال بقى نشوف بقى ايه قانون التظاهر. انا حاسس احساسي الشخصي ان في خلال الفترة اللي فاتت، وده دليل على ان المراجعات في حالات القبض مراجعات دقيقة، ان افرج عن الناس، وده مش عيب، لان في ظل هذه الظروف المعقدة عملية الفحص، الفحص بالظبط للحالات كلها حدت للافراج عن الناس. فانا مش، ما تقولي طب انت قبضت عليه ليه من الاول؟ طب وانا هسيب امن الدولة على المحك؟ اسيب امن الامة دي كلها على المحك؟ ان انا ده حلو ده ده مشكوك فيه، معلش اديله فرصه، مفيش. نعم. ده انت النهارده 2 امناء شرطه في شمال سيناء بيسربوا المعلومات عن زمايلهم. يا اخي انتوا مش قادرين تقروا، مش قادرين تقروا المشهد؟ ارجوكم اقروا المشهد. انا بقول كلمه مؤدبه اسمها استشعروا التهديد. يعني ما تقعدش كده مأنتخ ومتنفخ. هل بصراحه الكلام اللي اطلقه مستشار مجدي عجاتي جاي في اطار انه عليك ضغوط داخليه خارجيه، فانت كحكومه قلت ما انا بسال حضرتك اهو. انا دائما يعني من يعني دائما يعني برجع للاستاذ مستشار عجاتي اساله في حاجات. الراجل ينفي كل هذه الخزعبلات. لان بص هاخدك تاني يا استاذ احمد لحرب المعلومات. حرب المعلومات حدث كان الاول الشائعه تنسج من الهوى، وانا قلت الكلام ده كتير. نعم. عشان برضو اوعي الناس. نعم. لكن دلوقتي الشائعه تنسج على حدث. وبقول لك الدوله افرض ان الدوله رات ان مراجعه قانون التظاهر لمواد معينه يجب ان تغلص فيها العقوبه، ومواد معينه في الاجراءات والتفتيش يجب ان تراجع، ثم اجراءات معينه في مده الاستبقاء والحبس يجب ان تراجع، حاجات كتير. اذا انا لقيت في التجربه في خلال الفتره اللي فاتت في، مش هقول نوع ضعف، دروس مستفاده. والدروس المستفاده يجب ان ينطلي عليها حاجه الى تعديل. دي اللي ممكن تتلافاها. اتلافى بقى ايه؟ كل نقاط الضعف. بس مش هتلغي القانون. نيفر ايفر، لان انا عمري ما الغي قانون يحمي الامه في هذه الظروف. مصر يا استاذ احمد، مصر في حاله حرب. ولا هتلغي الحبس في اللي بينزل يتظاهر ويقطع طريق وغيره ويعطل مصالح الناس، تقول لا كفايه ليه الغرام. يعمل له تمثال؟ اللي يعمل ده كله اعمل له تمثال؟ انا بسال حضرتك. لازم احاسبه، لازم احاسبه، مفيش حد فوق المحاسبه، لازم يتحاسب. يعني ضد مساله انه البعض يقول لك ايه الغوا بقى الحبس؟ لا يا فندم، ده موضه. ده احنا كاننا شعب بريشه، شعب عايش في عالم افتراضي زينا زي اي شعب، بيتحاسب، بيتقبض عليه، بيتحط تحت التحفظ. في ناس بتحط 24 ساعه، في ناس بتحط 48 ساعه، في ناس بتحط 72 وهكذا. ايه الجديد فينا؟ يعني احنا جديد في ايه؟ هذا القانون من مصلحه الدوله الابقاء عليه بما هو عليه الان، من مصلحة الدولة تشديد بعض العقوبات طبعا. ما انت شفت اهو تظاهر بيؤدي الى ايه؟ ما هو في تظاهر بيستغل. نعم. انا لما بحقق مش بشوف ده نوع تظاهر ما فيهوش حاجة وبريء ومثلا خلاص. نعم. لكن لقيت ان هذا التظاهر بقى ثبت بالتحقيق وبالاعترافات ان في كذا وكذا وكذا، اسيبه؟ اطبطب عليه اقول له لا زيك زي التاني؟ طب ما خلاص. يعني انت يعني اذا امنت العقاب خلاص افعل ما شئت، لكن انا لما اعلمك ان في عقاب على الحاجات دي، وهي دي الدوله التي تدار على محور واحد، مش على محور ان قانون التظاهر مش عاجب فئه وعايزين يقدموا عريضه. لا، ده في المحكمه وفي العرض حال دمغه، روح جيب لك عرض حال دمغه كده وروح اكتبها عند حد وقدمها في اي حته. الدوله قانون. يعني القانون مش هيتعمل يعني عشان مجموعه او فئه تبقى كانت زعلانه فتبقى مبسوطه. طب يعني. ليه؟ لا أنا ابدا. ما انا معلش انا أبداً. بسال اسئله اي حد ممكن يقولها لحضرتك. انا عارف اسئلتك الجميله دي، عارفها ومعناها حلو قوي وانا فاهمها، لكن انا عايز اقول لسيادتك على حاجه.
الناس زعلانه ليه؟ قلقانه ليه؟ مش في مجلس نواب؟ وفي كل الطيارات؟ نعم. وفي معارضه؟ وفي ناس بتاع حقوق الجدعان وحقوق الانسان وكل ده مش موجودين؟ كل دول موجودين. والله شوف انت لما تيجي تعرض القانون شوف الصدى بتاعه. احنا كان في قوانين يعني كانت بتتمرر باغلبيه بسيطه. وفي قوانين كانت بتتمرر يعني في معارضه مش كل القانون بتاخد لا 95% هم بص بيلعبوا على ايه؟ بيلعبوا على اللقطه الاخيره. جاب جون. لا انت شوف الفرقه دي اشتغلت صح عشان تجيب جون ولا جا استروبيا ولا جا عدم توفيق من الفرقه الثانيه ولا غلطه من الفرقه الثانيه؟ لا اقرا القدرات السياسيه التي بذلت في هذا الاتجاه لكي يكون هذا القرار مفيد. انا ما بعملش قرار يضر الامه. انا لا انظر الى افراد، انا انظر الى امه وانا بصيغ قوانين. مش بنظر الى مصالح ناس ولا فئه، لا انا بنظر الى امه، الا اذا كان قانون في تخصص ما. يعني وزاره كذا عامله قانون لرجالتها، نقابه كذا عامله قوانين لرجالتها، وماله؟ ابص له هذه النظره. لكن دوله، دوله بتحارب الارهاب، دوله مرصوده ومن كل هذه العدائيات التي لم تعشها مصر في تاريخها. أنا بقول أهو أنا 45 سنة في الخدمة. لم تعيش مصر تعقيدات ولا عدائيات مثل التي تعيشها الآن. كل المناطق الحدودية بطولها. كل رقعة الدولة بكل مساحتها. تمام؟ بالإضافة إلى بؤرة في المنطقة شمال سيناء. ما عشناش ده مر تاريخنا، وفي بعض الاصوات دلوقتي تطلع تقول لك طب ما تعملوا مصالحه بقى ويلا يا جماعه وايه حكايه ما دي الصيحه الجديده. لا بص بقى ايه، وتلاقي عبارات بقى كاوتش كاوتش تمطها كده تيجي معاك، تمطها كده تيجي معاك، يعني تمطها يعني هو قايلها ايه، تلاقي اللي بيتكلم ايه بيقول لك بيرمي لك العباره كده تيجي تمطها كده تلاقيه ايه.